أهلا بكم. استقبل جلالة الملك محمد السادس أمس بالقصر الملكي ببوزنيقة الرئيس الغابوني علي بونغو أونديمبا الذي يقوم بزيارة إلى المملكة. اللقاء بين جلالة الملك والرئيس الغابوني يعكس الطابع النموذجي للشراكة المغربية الغابونية وكذا علاقات الصداقة التي تربط بين شعبي البلدين. المغرب والغابون حريصا على إعطاء نفس متجدد لعلاقاتهما من خلال الزيارات المتعددة التي كان جلالة الملك محمد السادس قام بها إلى الغابون، والتي ساهمت إلى جانب زيارات المسؤولين الغابونيين على مستوى القيادة، ساهمت في تنويع الشراكة القائمة بين البلدين. الرباط ليبروفيل يجمعهما تعاون وثيق على المستوى الاقتصادي في مختلف المجالات وتقارب كبير في وجهات النظر على المستوى السياسي. ومن أقوى صور تطابق وجهات النظر بين البلدين افتتاح الغابون قنصلية عامة لها في الأقاليم الجنوبية. رحمة الحناوي. عقود من الزمن عمر العلاقات المتميزة والقوية بين الرباط وليبروفيل شهدت على عمقها الزيارات الرسمية التي حرص على القيام بها قائد البلدين. جلالة الملك محمد السادس والرئيس علي بونغو أونديما يحققان بذلك استمرار علاقات ثنائية بين المغرب والغابون، أسس لها جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني والرئيس الغابوني السابق الراحل عمر بونغو. علاقات صداقة متينة يعززها أكثر خدمة المصالح المشتركة بين الدولتين في نموذج يكرس مبدأ التعاون جنوب جنوب. فعلى الصعيد السياسي والدبلوماسي ليبروفيل طبعت على موقف داعم وغير مشروط لقضية المغرب الأولى، جسده البلد الصديق بوضوح أكثر حين افتتاحه قنصلية عامة له بالعيون في يناير 2020. وفي يناير الماضي وبالعيون دائما اختارت الغابون الاحتفال بذكرى استقلالها الحالي 61 في إشارة بينة إلى قوة العلاقات الثنائية الموصولة بين البلدين. زيارات متبادلة على أعلى مستوى بين قائدي البلدين يطبعها الود والصداقة وأيضا التعاون والتوقيع على اتفاقيات ثم بين مختلف المسؤولين، آخرها زيارة وزير الشؤون الخارجية الغابوني للرباط حيث أعلن عن قرب انعقاد اللجنة المشتركة المغربية الغابونية، مؤكدا على أهمية تقوية التعاون مع التركيز على المحور الاقتصادي، تحديدا الاقتصاد من ركائز الجسر الموصول بين الرباط وليبروفيل. المغرب ثاني أكبر مستثمر في القارة الإفريقية، يعد فاعلا رئيسيا في الاستثمار الأجنبي المباشر في دولة الغابون، تحديدا في قطاعات استراتيجية كالفلاحة والأبناك والاتصالات والنقل والأشغال العمومية. والحرص الآن على تقوية هذه الأواصر أكثر وتقاسم التجربة والخبرة في مختلف المجالات الاقتصادية والثقافية والعلمية، بما يضمن تطورا واعدا للشعبين الصديقين. التغيرات المناخية التي تسعى قمة الأمم المتحدة إلى الحد منها تؤثر بدرجة كبيرة على المناطق الهشة بينها واحات النخيل. من بين التهديدات التي تطال هذا المجال الهش الحرائق في المغرب، سجلت حرائق عديدة خلال السنوات الماضية، كان آخرها حريق أفوس بأرفود الصيف الماضي، وكان أتى على حوالي 6000 نخلة وأشجار أخرى كالزيتون والرمان وزراعات معيشية. كاميرا القناة الثانية حاضرة لتغطية الأحداث، تعود فريق التصوير يعود ليرصد عودة الحياة إلى هذا المجال الوحي. روبورتاج عبد الصمد طعام. يزيد عن 6000 نخلة بواحات أوفوس اجتاحتها النيران الصيف الماضي، رغم هول الحرائق ها هي الآن في طور استعادة عافيتها لتدخل مرحلة الإنتاج من جديد. هناك بين 80 و 90% ديال الإعادة للحياة ديال هذا النخيل اللي تحرق، وكيتم يعني الإنتاج، هذاك الإنتاج ديال السنة اللي في كان فيها الحريق من طبيعة الحال كتمشي، ولكن بعد سنة أو سنتين هذا النخيل كيرجع وكيعطي المنتوج ديالو. وحسب تقديرات مسؤولين عن القطاع، خسرت واحات أوفوس حوالي 200 طن من إنتاج التمور لهذه السنة بسبب الحرائق، ظاهرة لم تكن معروفة فيما قبل حيث كان الفلاح يهتم بصيانة نخيله. زمان كنطلعوا النخلة ونسرموها ونقطعوا لها اليابس ونضويوها، دروك ما كنضويوهاش، كانت الغابة موسخة ما تقدرش تدوز هنا على بالحمار بالجريد والتيس والخشلة،
اي انحجرت النار تبعت كلش. وقال مكتب الاستثمار الفلاحي إنه بصدد إعداد برامج لتثمين بقايا النخيل لعلها تغري الفلاح بتنقية الواحة من أعشاش الجريد اليابس. نفتح اللحظة ملف وباء كورونا. القيود التي فرضتها الجائحة خففت بدرجة أكبر، ومن بين إجراءات التخفيف أن رفع حظر التنقل الليلي وأن بات التنقل متاحا بين المدن دون إلزامية الإدلاء بأي وثيقة. مهنيو المقاهي والمطاعم استبشروا خيرا بهذا القرار الذي من شأنه أن يساهم في تخفيف أو في تحقيق رواج أكبر في قطاعهم وفي إنعاش الاقتصاد الوطني بشكل عام. روبورتاج من وجدة، أسامة أفقير، يونس الناصري. تراجع حالات الإصابة بفيروس كورونا في الآونة الأخيرة مؤشر ساهم في تخفيف التدابير الاحترازية، بما في ذلك رفع حظر التنقل الليلي بمجموع التراب الوطني. المقاهي والمطاعم لم تعد مقيدة بتوقيت الإغلاق، لكن الجميع مطالب بمواصلة الاحتياطات. احنا فرحانين بهذا القرار ديال رفع حظر التنقل الليلي، ولكن هذا ما كيعنيش اننا نتراخاو، خصنا نبقاو على بال ونتاخذوا جميع الاجراءات الاحترازيه ولو اننا ملقحين باش نحميو بلادنا ونحاولوا انه ما ندخلوش في شي موجه وبائيه اللي تقدر انه تسبب شي كارثه. نطلب من اخوتي المغاربه واخواتي المغاربيات كاملين يلتزموا بهذا الشيء اللي كتدلي به الدوله. راه الدوله ما باغيه غير الخير للانسان، ما يمكنش غادي دير شي حاجه وغادي تبغي تادي الشعب ديالها، مستحيل. قرار تخفيف الاجراءات له وقع جد ايجابي على الحركه الاقتصاديه للمطاعم هنا بمدينه وجده. المهنيون استحسنوا القرار، لكن في نفس الوقت يواصلون الالتزام بالتدابير الوقائيه. الخدمه ديالنا كاملين ملقحين بالجواز التلقيح ديالهم، ورحنا نطلبوا من الكليان حتى هما يكون عندهم جواز ديال التلقيح والاجراءات الاحترازيه، والحمد لله ما عندنا اتساع، عندنا التباعد، عندنا كل شيء، الحمد لله ما عندنا حتى مشكل في هذا الشيء. هذا تخفيف التدابير يشمل كذلك السماح بالتنقل بين العملات والاقاليم بدون الادلاء باي وثيقه، والسماح باقامه الجنائز وتنظيم الحفلات والافراح في احترام تام للتدابير الاحترازيه المعمول بها. تخفيف الإجراءات الاحترازية اتخذ بحسب الحكومة على ضوء نجاح حملة التلقيح وتحسن مؤشرات الوضع الوبائي، مع تراجع أعداد الوفيات والإصابات. أمس سجلت 5 وفيات و141 إصابة جديدة و189 حالة شفاء. هذا وبلغ عدد المستفيدين من حملة التلقيح 24 مليون و352 ألف شخص، بينهم 22 مليون و355 ألف شخص تلقوا الجرعة الثانية، فيما بلغ عدد من تلقوا جرعة ثالثة زيادة من مليون ونصف المليون شخص. لتحليل معطيات الوضع الحالي ينضم إلينا مباشرة عبر تقنية السكايب من الدار البيضاء البروفيسور جعفر هيكل الأخصائي في الأمراض المعدية والطب الوقائي. دكتور هيكل، أهلا بك. نعيش تخفيفا واسعا في الإجراءات الاحترازية، يعني هل المؤشرات الوبائية الحالية تتناسب مع ما اتخذ من إجراءات، أخذا بعين الاعتبار أنها فترة بينية كما وصفتها بذلك الوزارة، يعني فترة خروج من موجة وهدنة مع الفيروس إن صح التعبير، تسبق ربما موجة أخرى على غرار ما يقع في أوروبا؟ أهلا وسهلا. طبعا تخفيف هذه التدابير هما أساسية لأن تتلائموا مع الحالة الوبائية اليوم اللي تعرفها بلادنا، لا من الحالات الجديدة ولا من نسبة الإماتة ولا نسبة تشغيل السيرات ديال الإنعاش والحالات الحرجة. فاليوم المغرب نجح في واحد المرحله اللي مهمه ديال الوباء. فاليوم طبعا التلقيح، التدابير الاحترازيه، احترام جميع الاقتراحات ديال الحكومه، التشخيص المبكر، التكفل بالمرضى، هذا كله لعب واحد الدور اساسي للحاله الوبائيه الجديده، واللي اليوم تتبين بان القرار هو سليم لتخفيف
جميع الاجراءات لرجوع الحياه الاجتماعيه والاقتصاديه اللي هي حتى هي اساسيه طبعا، احترام جميع المسائل لحمايه صحه المواطنين هذا مفروض منه، لكن الرجوع الى الحياه الاجتماعيه والاقتصاديه حتى هو اساس لتطور ديال بلادنا. وهذا الشيء ما تعنيش بان ما نبقاوش حذرين، نبقاو بالمراقبه الوبائيه طبعا، بالتشخيص وتكفل بالمرضى، ولكن اليوم المغرب تنظن بان يمكن له يتفتح اكثر واكثر باش نعطوا واحد الدفع جديد للاقتصاد والحالة الاجتماعية. طيب دعنا نركز دكتور على حملة التلقيح، يعني اعتمدت إجبارية جواز التلقيح واعتمدت أيضا جرعة ثالثة، ماذا عن مضاعفات اللقاح بخصوص الجرعة الثالثة؟ هل هناك من معطيات محينة بهذا الخصوص؟ على الصعيد الدولي والمنظمة العالمية للصحة تتقترح الجرعة الثالثة للسكان معينين اللي عندهم اكثر من 65 سنة، ولا لامراض مزمنة او المضاعفات، او ملي تكون عندهم المناعة منخفضة. طبعا اي دواء او تلقيح يمكن عنده مضاعفات قليله، واللي هذه ماشي ما تتكونش مهمه او تلقاوها بواحد كثره، فالنسبه هي اقل من كل حاله على تقريبا 200 الف حاله. فملي الانسان تتكون عنده مضاعفات للمناعه ديالو او سن اكثر من 65 سنه او امراض مزمنه، فيقترح جرعه ثالثه. فالجواز تمعن ديال التلقيح فهو اللي احسن، هو الجواز ديال الصحي، لان اجباريته تعطي مشاكل اخرى لا اجتماعيه ولا المواطنين. اللي مهم هو انخراط في التلقيح الجرعه الاولى والثانيه اللي هما اساسيين لتحميو ولتخفضوا من انتشار الفيروس، واكثر من ذلك من الحالات الحرجه. فالتلقيح اساسي للحالات الحرجه واساسي باش يمنع الفيروس ما يعطي حالات خطيره والاستشفاء بالاسف. حملات استباقيه في الحسيمه لايواء من لا ماوى لهم في ظل انخفاض درجات الحراره. حفل لفادو برشلونه في الرباط ضمن مهرجان يحتفي بهذه الموسيقى البرتغاليه الشهيره في 15 مدينه عبر العالم. درجات الحرارة في انخفاض حتى قبل حلول فصل الشتاء تمس بضرر أكبر الأشخاص بدون مأوى. في حسيمة السلطات المحلية والأمن الوطني والمجتمع المدني كل يتحرك من جانبه في حملات استباقية لنقل من لا مأوى لهم إلى مراكز للتكفل بهم. روبورتاج فؤاد عزوزي محمد حشو. دورية ليلية تنطلق لتجوب شوارع وأزقة مدينة الحسيمة، سلطات وأمن وجمعية مدنية تبحث مجتمعة عن الأشخاص من دون مأوى. لم ينتظروا طويلا ليجدوا ضالتهم، شاب افترش الأرض ليقضي ليلته الباردة، وآخر يقول إنه بحار لا يعرف مأوى سوى مراكب الصيد بالميناء. عندي خويا ولكن راه فاش دير، أنا خلقت هنا بالحسيمة، العروه هي ما كتعجبنيش، الأساتذة كيعرفوني. كتنعس؟ ها؟ في المرسى. واش كتنعس في البيت ولا كتنعس في الخلاصة؟ كنعس من الله في الباركو، مره في البحر في توفينيو، مره في صباديه، مره فيما مشى الباركو كنعس. والمهمة ليست دائما سهلة حتى بوجود السلطات والأمن، أشخاص من دون مأوى يفضلون حياة التشرد والنوم بين الكرتون، رافضين بصفة قطعية العيش في مراكز الإيواء. علاش والو؟ علاش؟ المركز أنا ما نمشيش تما. علاش ما تمشيش؟ ما نمشيش، أنا مشيت ما عجبنيش الحال، ما نقدرش غادي نمشي تما. رغم الصعوبات المختلفة يتم نقل الأشخاص من دون مأوى إلى هذا المركز الذي كان فيما قبل يضم الأشخاص المسنين، لكن تم تحويله إلى مركز لإيواء الأشخاص من دون مأوى تابع لجمعية أحد الخيرية، ويضم اليوم زهاء 30 نزيلا. هناك صعوبات طبعا، لأن النزلاء كما كنقولوا الله سبحانه وتعالى عطانا عقل وخلق وفرق. كنلقوا مثلا النزلاء اللي هما اغريسيف، عندهم حالات اللي ربما تكون حالات نفسيه، وربما يكون حاله الادمان، وربما يكون حالات ديال الانسان مثلا متخلى عنه. طبعا اننا كنديروا واحد التدخل بمعيات كما قلنا السلطات، وبمعيات الناس المحسنين اللي كيعرفوا قيمه الانسان وكيعرفوا قيمه الانسانيه.
بعض النزلاء يغنون لدفء المكان الذي يأويهم، والبعض الآخر فضل حياة التشرد والمبيت في العراء، لكن السلطات هذه الأيام عازمة على إيواء الأشخاص من دون مأوى عبر تنظيم دوريات وحملات استباقية قبل حلول موجة البرد القارس. انخفاض ملموس شهدته إذن درجات الحرارة خلال الأيام القليلة الماضية نتيجة منخفض جوي تمركز بشرق الواجهة المتوسطية كان محملا بكتل هوائية باردة، وهذا الانخفاض سيتواصل نهاية هذا الأسبوع إذ ستلامس أدنى المعدلات درجة واحدة تحت الصفر بمرتفعات الأطلس. في النبأ الرياضي، المنتخب الوطني لكرة القدم يخوض مساء اليوم المباراة ما قبل الأخيرة عن الإقصائيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022، مباراة على أرضية المركب الرياضي مولاي عبد الله بالرباط ستكون شكلية للأسود الذين سبق وضمنوا التأهل إلى المباراة الفاصلة المؤهلة مباشرة للمونديال القطري، فيما صقور الجديان الذين فقدوا كل أمل في التأهل يلعبون من أجل محو صورة مباراة الذهاب التي انهزموا خلالها أمام الأسود بهدفين مقابل صفر. لتحليل وتسليط مزيد من الضوء على هذه المباراة يحضر معنا في الاستوديو عن قسم الرياضة هذه المرة رئيس التحرير بالقسم الرياضي هشام الغرفاوي. هشام أهلا بك، يعني بالرغم من طابعها الشكلي كما ذكرنا المباراة ستكون برهانات كبيرة للناخب الوطني. نعم زهراء، هي كما قلتي مباراة شكلية، مباراة تحصيل حاصل، مادام أن المنتخب الوطني استطاع أنه يحجز ورقة العبور المباراة الفاصلة في الجولة الماضية اللي كانت من خلال يعني الفوز على المنتخب الغيني، لكن مع ذلك هذه المباراة ديال المنتخب السوداني هذا المساء والمباراة ديال الثلاثاء القادم ديال المنتخب الغيني هي هما مباراتين يعني برهانات كبيرة بالنسبة للنخبة الوطنية ولا بالنسبة للناخب الوطني واحد خليل روزيتش. أبرز هذه الرهانات يعني تتمثل بداية أولا في تجنب الخسارة، الناخب الوطني يريد أن يحافظ على مسار خالي من الخسارة يعني منذ مجيئه للمنتخب الوطني ليومنا هذا، فالمنتخب بصفر خسارة ما عدا المقابلة اللي كانت ضد الغابون وكانت مقابلة ودية ما كانتش مقابلة رسمية. أيضا المنتخب أو النخبة الوطنية تريد من خلال هذا المقابلتين القادمتين يعني مواصلة الارتقاء في التصنيف العالمي للمنتخبات. المنتخب الوطني الآن في المرتبة 29، هذه المرتبة ما حققهاش منذ العام يعني 1998 فاش كان المنتخب في المرتبة 10 عالميا. أيضا هناك منح فرص للاعبين احتياطيين للدخول في المنظومة التكتيكية للناخب الوطني والوقوف على المستوى والجاهزية ديالهم للطوارئ الممكنة. وأيضا هذه المقابلتين مادام انهما شكليتان يعني غتكون فرصه لتحضير الكاس افريقيا المقبله. شكرا هشام غرفاوي، شكرا جزيلا لك على كل هذه التوضيحات.